اسم مصر ورايه مصر. عرفانا بالجميل لما قدموه ابطال اولمبياد مصر من جهد عظيم في تحقيق انجاز قومي انعكس بشكل ايجابي على الرياضه المصريه والعربيه، نظم نادي الصيادله احتفاليه تكريم لهؤلاء الابطال من ابناء الصيادله المتميزين وسط فرحه عامره بين الحاضرين. حاجه فخر لينا كجيش مصر الابيض ان ربنا بيتوج مجهودنا بعد اللي شفناه طول الثلاثين كمان بوفدتين على علم مصر. فقلنا ده دورنا بعد ما سياده الرئيس استقبلهم وكرمهم، لا دورنا احنا كمان كنقابات مهنيه وانديه مهنيه ان احنا نستقبل ابطالنا وان احنا نكرمهم وندعمهم ونعرفهم ان احنا معانا، وبنوجه رساله للمجتمع المصري ان صيادله مصر مش بس هم الجيش الابيض بتاعكم وخط الدفاع عنكم في الامراض، لا دول كمان بينجحوا على المستوى الرياضي وعلى المستوى السياسي وعلى كل المستويات في تمثيل مصر. ابطال الاولمبياد من الصيادله عبروا عن فرحتهم الغامره كونهم سبب في اسعاد الملايين من المصريين بالانجاز الكبير بحصولهم على مراكز متقدمه في الالعاب الاولمبيه، مؤكدين بمزيد من الجهد لتحقيق العديد من الانجازات في المستقبل. اكيد طبعا شرف لينا وجودنا النهارده في وسط بيتنا نقابة الصيادلة، وإن هو داعم لينا في إنجازنا الرياضي قبل العلمي. طبعا وجود الريشة الطايرة في ثالث أولمبياد لينا، ثالث مشاركة لينا، أنا شاركت قبل كده في بكين 2008 وفي لندن 2012 وثالث مرة في طوكيو 2020، ده كان إنجاز تاريخي. زائد إن احنا ما كناش بس لاعبة فقط، لا كنا فرقة كاملة. اللعبة مش مشهورة في مصر قوي، يمكن تأهلنا المرة دي بأكتر من لاعب ده يشهرها أكتر في بلدنا. مجهود كبير والحمد لله إن ربنا أراد إن هو يتوج في الآخر بميدالية أولمبية، وربنا جبر بخاطري برضو في الآخر في الأولمبياد. وطبعا شعوري بتكريم زي ده النهاردة أن أنا بتكرم من حاجة ليها علاقة بالصيدلة بمجال دراستي، طبعا بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا جدا أن كل الدولة مهتمة بأن هي تكرم اللعيبة اللي نجحوا في الأولمبياد وعملوا نتائج، سواء كانت من الرئاسة أو حاجة ليها علاقة بالرياضة أو حتى حاجة ليها علاقة بمجالات دراستهم. فسعيدة جدا جدا بالتكريم يعني، وأنا متواجدة كصيدلانية عملت إنجاز مش كرياضية عملت إنجاز. أنا بشوف دايما الطموح، يعني الطموح ما لا نهاية، يعني يكون عندك طموح توصل اللي انت عايزه، يكون عندك هدف تشتغل على ده، تحاول انت تهيئ كل الطرق اللي انت توصل للهدف بتاعك. ما فيش حاجة معينة، بس طول ما انت عايز حاجة بجد هتقدر توصل لها. يعني تكريم نقابة الصيادلة لأبنائها المتميزين أبطال أولمبياد طوكيو 2020 وبمثابة عرفانا للجميل لما قدموه من إنجاز قومي كان مصدر إسعاد لملايين المصريين. محمد حلمي، التلفزيون المصري.